السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بغيت نقدم معكم واحد الفيديو، ولكن ماشي أنا اللي غادي نديرو. أنا اليوم صبحت تعبانة شوي وعندي ضربة برد، وخديجة زوجة أخي الله يجازيها بخير هي اللي غادي تشارك معكم واحد الطويجن، ودائما على الحطب. ابقوا معي. هنايا خديجة دارت طاجين سخن، شعلت عليه النار. انا اليوم غير متتبعه بحالي بحالكم. خديجه تبدا بالزيت، سمحي لنا خديجه هاد النار نعذبك. الحمد لله باغره هاي يخليك. دابا نغسلها ونخليها تشحن باش تزيد ان شاء الله البصله شويه. ان شاء الله. وهنايا خديجه تدير طماطم دوائر، وغادي تخضر لنا الطويجن بالجلبانه والقوق والقريعه، الكورجيت، الكوسه، وطوماط سوريز للتزيين، واحد القريين ديال الفلفله حاره، وطبيعه الحال التوابل. هنايا خديجه دارت الطريفات ديال اللحم اللي تتشحر فيهم، وداك العطريه. شو درتي خديجه؟ درت البزار، ودرت سكينجبير، ودرت الملح، ودرت الكركم. هذه طريقه معتمده خديجه، غتستف طماطم دوائر حيدت لها قشره. خديجة ما شاء الله اختصاصية في الطواجين. درت الربيع وغادي تغطي عليه. غادي ان شاء الله الخضرة نسبق القرعة. خديجة جايزة تسبق القرعة، قطعتها ضامات دويمات. شوفوا ما شاء الله الطماطم طلقت الميه، وغادي تزيد ما خديجه غير شويه قالت لك ديال الماء باش يطيب في الميه ديال الخضر الحم. من بعد الجلبانه، ديال الجلبانه واحد الرويحه يا متتبعي الكرام طالعه ما شاء الله. غادي يبقى لي الفوق غير نقطعو عاد غنزيدو ان شاء الله. ان شاء الله. صافي شنو غادي نديرها؟ دابا غنزيد ان شاء الله القوق. دابا ان شاء الله يجي من السمك. غادي تزيد سكينجبير والزنجبيل التوابل كلها اللي درت في الاول هي تضيفهم خديجه. على فكرة خديجة لما تجي عندنا أنا ناخد كونجي. نسبة خديجة. مثلا تنستمتع تنبدل الجو وتنضيئها الطياب في الفضاء الطلق. شي بحال بلاط ميزين في الدار. أكيد. واش مهدول المذاق ديال التوم؟ خديجة هنا تدير التومة صحيحة صاينة. غنزيد شوية ديال الكبوة أو المعدنوس. واحد الرويحة طالعة يا خديجة تتشهي. هو الطاجين ديالنا واجد. دابا غنزيد الفطيرة ديال طوماط سوغيس. هادو غير باش يجي الطاجين ديالنا مزيان. خديجة راه طالقة طماطم طلق الميه. وغنزيد في الحاجه لان ما شاء الله. وصافي غنخلي الطاجين ديالنا يطيب على خاطر ان شاء الله. ان شاء الله. واحد شويه ديال الماء. ديجا طلق الماء حيت الطماطم نزيدو من الجنب ما يخصهاش ليا العطريه اللي زعما فوق من الخضر.
خديجة بتقول انها زادت المية غير من الجوانب باش ما تخسرش المنظر. نقلبوا الطاجين ديالنا. صافي الطاجين طاب، يا سلام المأقية هذيك دونك نحيدو صافي من على النار ان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله ياك. ان شاء الله. وهكا تيجي الطويجن ديالنا ديال اليوم اللي طيبتنا خديجة، ما شهيتكم فيه، جا روعة وخاطر وطيب على الحطب. يا سلام والله ما شهيتكم فيه. وتالينا تنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.